ما شاء الله تبارك الله تم توفير هذه اللي هي سموها الجافا فيل، والعدد جدا محدود، جميلة جدا. صدق أو لا تصدق أنها بتستخدم لأحواض السمك، بالإضافة ممكن كذلك تستخدمها للتراريوم. داخل التراريوم طالما في إضاءة عالية في رطوبة عالية هتستمر معك. حوريك، تقدر تحطها عندك زي ما أنت شايف داخل التراريوم تبعك بهذه الطريقة، جميلة جدا وممتازة ورائعة. حبيت تحطها عندك داخل أحواض السمك، تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوضعها عندك داخل حوض السمك. وهذه عندنا سعرها 75 ريال كذلك جافا فيل، تقدر تستخدمها، نرجع نقول لك في التراريوم، وتقدر تستخدمها كذلك عندك في حوض السمك. ولكن هذه للأسف يعني وصلنا منها كمية قليلة جدا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحطها عندنا. 85 ريال لهذه الجميلة الحمراء، ما شاء الله تبارك الله على شكلها وعلى جمالها، طبعا رائعة. صدق أو لا تصدق أنك تقدر تستخدمها كذلك في التراريوم أو تستخدمها عندك في أحواض السمك. طبعا نرجع نقول لك في حال تم توفير السي أو تو لها هيزيد الحمار هذا اللي موجود فيها. وهذه الجميلة سعرها 85 ريال، تعتبر من نوادر نباتات أحواض السمك، جميلة ويعلم الله هي اللي وصلت عندنا واحدة فقط. طبعا للأسف هي خارج الحوض، ولكن في حال توفير السي او 2 والإضاءة العالية لها حيكون لونها بينك على موف وليس أحمر. جميلة ب 85 ريال إذا أحببت أنك تحصل عليها. 85 ريال هذا الموس عندنا، شوفوا كيف مثبت على الخشب طبيعي، يعني ما يحتاج أنك أنت تتعب نفسك معه. ب 85 ريال على خشب.